أهلا بكم. محرم فؤاد هو أحد أهم نجوم الزمن الجميل، والذي تألق في الغناء والتمثيل وقدم أعمالا ناجحة عصية على النسيان. محرم فؤاد من مواليد 24 يونيو 1934 من أسرة صعيدية لأب يعمل مهندسا في السكة الحديد، وكان له 9 أشقاء، 5 صبيان و4 بنات، هو أصغرهم جميعا، واكتشف موهبته وهو في الرابعة من عمره، خاصة عندما انتقلت أسرته من حي بولاق للإقامة بحي شبرا والتحاقه بمدرسة السبتية، حيث شجعه معلمينه على تنمية موهبته، لكن والده رفض عمله بالمجال الفني. وبعد وفاة الأب وكان لا يزال في 11، عمل لفترة في الموالد والأفراح، وكان محرم محبا منذ طفولته بالغناء، وحتى يصقل موهبته بالدراسة التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى العربية، وهو المسمى للمعهد العالي للموسيقى العربية حاليا. بعد التخرج عمل لفترة في الملاهي، ثم قدم للاختبار في الإذاعة المصرية وأجيز كمطرب فيها، والتحق بركن الهوى بالإذاعة، وقام بالغناء في برنامج ساعة لقلبك واعتمد مطربا، وكانت أول أغنياته الإذاعية نور الشمس حبي. بدايته الفنية التي كانت عن طريق المنتج حسن رمزي، الذي وقع معه عقد احتكار لمدة 5 أعوام، وأنه قابل بعدها المخرج حسن الصيفي الذي رشحه للمخرج هنري بركات، وأسند له بطولة فيلم حسن ونعيمة عام 1959 بديلا لعبد الحليم حافظ الذي رفض تقديم الدور في الفيلم. من علامات نجاحه في الفيلم هو ظهور نوع سجاد يحمل اسم ريمش عينه، تيمنا بالأغنية التي أداها في الفيلم، مشيرا إلى أن هناك موقفا لا ينساه عندما ترك التصوير وسافر إلى الإسكندرية وبحث عنه المخرج والمنتج ولم يجداه، فنشر إعلانا في الجرائد نداء إلى محرم فؤاد موضحا أن هذا الأمر اكتسب من خلاله الالتزام ليشارك بالعام التالي في الماني لحن السعادة وداعا يا حب، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال كممثل ومطرب وأيضا كمؤلف ومنتج، حيث قام بتأليف فيلم ولدت من جديد عام 1965. ولقد بلغ رصيد محرم السينمائي 13 فيلما، أولها حسن ونعيمة مع سعاد حسني ومحمود السباعي في العام 1959، وقدم فيلم نصف عذراء مع زبيدة ثروة ومحسن سرحان، وفي العام 1960 فيلم وداعا يا حب مع مريم فخر الدين وآمال فريد، وكان آخر أعماله السينمائية عام 1975 هو فيلم الملكة وأنا مع جورجينا رزق ووحيد سيف، وبعد هذا الفيلم لم يقدم أي أفلام سينمائية على الإطلاق. وقدم محرم فؤاد للمسرح الغنائي مسرحيتين هما دنيا البيانولة والقشاط، وللإذاعة قدم مسلسلين حب ونغم وحياة كامل الخلعي، وبلغ رصيده الغنائي حوالي 900 أغنية، منها 500 أغنية بين العاطفية والشعبية، و400 أغنية وطنية لمصر والعالم العربي، منها 20 أغنية لفلسطين فقط، لدرجة أن البعض كان يظن أنه فلسطيني الأصل. عرف عن الراحل صراحته وآرائه الصادمة أحيانا عند محل ضيفا على الإعلامي عمرو أديب في برنامج القاهرة اليوم، وخلال اللقاء سأله أحد المتصلين عن رأيه في المطربين هاني شاكر وعلي الحجار، فقال محرم إن هاني شاكر لا يصلح إلا لأغاني الأطفال، وأنه لو غنى للأطفال فقط سيصبح نجما كبيرا، لأنه لا يصلح للأغاني الرومانسية. وعند سؤاله عن علي الحجار قال يصلح قائد للكورال لكن لا يصلح كمطرب. أما عن رأيه في عمرو دياب فقال إنه يصلح في دور ولد بوطي من بورسعيد. الأولاني لا يصلح إلا لغناء الأطفال. هاني شاكر؟ آه.
إطلاقا. ليش؟ هو لا قد لا هو قد الأطفال. ممكن الآخر ينفع قائد للكورال علي الحجار. طبعا للكورال قائد دياب ما ينفعكش برضو. لا يمكن ما يدينيش. ما يديكش ايه؟ ما يدينيش اللي انا بقى اللي افكر اعمل له رواية ايه؟ يفصل له رواية واد بنبوطي بورسعيد بيغني بالسمسمية يبقى واد كويس قوي قوي. ويعد محرم فؤاد من اكثر الفنانين من حيث عدد الزيجات التي وصلت إلى 7 مرات. كانت الأولى من الراحلة تحية كاريوكا، وكان بالنسبة لها الزوج 11 في حياتها، وأنكر الثنائي في البداية علاقة الزواج لعدة مرات، لكن الزواج لم يدم لبضعة أشهر لكثرة الخلافات بينهما التي وصلت إلى تدخل الشرطة ورفض الاثنان الحديث عن تلك الخلافات وما حدث فيها، وانتهى الأمر بالانفصال. بعدها تزوج من سيدة أجنبية لم يعلن عن شخصيتها ولا اسمها، كما لم يستمر معها طويلا وانفصل. ثم جاء الزواج الثالث من اللبنانية ماجدة بيضون التي كانت ملكة جمال لبنان وأنجب منها ابنه طارق، وحدثت خلافات بينهما انتهت بالطلاق. ويقال إنه ارتبط سرا بالفنانة ميرفت أمين أثناء زواجه الثالث، ما تسبب في انفصاله عن والدة ابنه الوحيد، إلا أن الفنانة ميرفت أمين نفت ذلك. وكانت الزيجة الرابعة لمحرم فؤاد من ملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق، التي مثلت لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 1971 وفازت بلقب ملكة جمال الكون، لتكون المرة الأولى التي تفوز فيها لبنانية وشرق أوسطية بلقب ملكة جمال الكون، حيث شاركته بطولة فيلم الملكة وأنا عام 1975، ونشأت قصة حب بينهما وتزوج، ولكن الزيجة لم تستمر طويلا وانتهت بالانفصال. وفي نهاية السبعينيات تزوج من الممثلة عايدة رياض، التي كانت واحدة من أبرز الراقصات خلال هذه الفترة، واستمر الزواج عدد من السنوات، لكنه انفصل عنها بعد اتهامها في قضية آداب شهيرة. وآخر زيجاته كانت المذيعة التلفزيونية تمونة هلال، والتي بقيت معه حتى وفاته، ولقد رحل عن عالمنا على أثر إصابته بأزمة قلبية بعد صراع مرير مع مرض القصور الكلوي الذي اضطره إلى إجراء غسيل الكلوي 2 مرات في الأسبوع. رحل محرم فؤاد في 27 يونيو 2002 عن عمر يناهز 68 عاما، تاركا وراءه إرثا فنيا محفورا في ذاكرة الغناء والسينما. إلى هنا وصلنا إلى نهاية التقرير. فضلا وليس أمرا، أتمنى الاشتراك في القناة وعمل لايك، والسلام عليكم ورحمة الله.